أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أرفع أسماء آيات التهاني والتبريكات لسيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ولسمو سيدي ولي العهد، ولجميع الشعب السعودي الكريم، ولجميع أعضاء وجميع المنطقة ككل. نحن نحتفل الآن بمرور 92 سنة على تأسيس المملكة العربية السعودية، وقد تجاوزنا الآن المراحل هذه بمراحل متقدمة كثيرة. 92 عام من تأسيس هذا الكيان على يد المؤسس رحمة الله عليه الملك عبد العزيز ورجاله المخلصين، أسسوا لنا ما نعيش فيه الآن من أمن وأمان ورخاء وبفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل جهود الملك عبد العزيز ورجاله المخلصين. نحن الآن لا ننسى ماضينا، وتأسسنا على ماضينا ونكمل ما بدأه الأجداد، ونحن نتكلم عن المستقبل الآن. الطريق أمامنا طويل، ولكن اختصرناها في مدة قصيرة بتوجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين ورؤية سمو سيدي ولي العهد، فإن شاء الله أنها أعوام خير ممديدة إن شاء الله للشعب السعودي وللمنطقة ككل بإذن الله إن شاء الله. أكد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة بالوكالة الدكتور محمد الفارس حرص الشعب الكويتي على مشاركة المملكة العربية السعودية فرحتها باليوم الوطني السعودي. وقال الفارس في تصريح صحفي بمناسبة احتفال أقامته سفارة المملكة العربية السعودية لدى دولة الكويت بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 92 لتأسيس المملكة والذي يصادف 23 من سبتمبر من كل عام، أن هذه المناسبة تعد قريبة على قلوب الكويتيين، معربا عن التمنيات للمملكة بمزيد من التقدم والازدهار. ورفع الوزير الفارس أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني. ومن جانبه قال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الكويت الأمير سلطان بن سعد آل سعود إن بلاده تحتفل هذا العام بمرور 92 عاما على تأسيس المملكة على يد المؤسس الملك عبد العزيز رحمه الله ورجاله المخلصين، حيث كان لجهودهم الفضل فيما تنعم به بلاده والشعب السعودي من أمن وأمان ورخاء. وأكد الأمير سلطان: لا ننسى ماضينا، ويجب علينا أن نكمل على ما بدأ به الأجداد، والطريق أمامنا طويل للمستقبل. وأضاف أن بلاده تجاوزت الآن مرحلة التأسيس إلى مراحل متقدمة كثيرة خلال فترة قصيرة بفضل توجيهات خادم الحرمين الشريفين ورؤية ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي. ورفع بهذه المناسبة أسماء آيات التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء السعودي والشعب السعودي ودول مجلس التعاون الخليجي، متمنيا بأن تشهد الأعوام المقبلة مزيدا من الخير للشعب السعودي والخليج العربي ككل.